الآن ديزاين example example 3.6 من الكتاب الطبعة الرابعة لنيمان، الصفحة رقم 152. إذا add page 152 من كتاب هو مايكرو إلكترونيكس نيمان fourth edition. تمام. هذا design example ل باستخدام ال voltage divider. عندي راح يكون في R1 R2 لل voltage divider. عندي ال RS وال RD. ال RS connected مع source وال RD مع drain. وعندي راح يكون نوع ترانزستور PMOS. وفي كمان two sources. فالسورس الأولاني هو ال V plus قيمته 2.5، راح يكون مشبوك مع الترانزستور طرف السورس طبعا من خلال ال RS ثم RD، وهذا راح يكون مشبوك مع ال V minus ويساوي لنا minus 2.5 فولت. عند الجيت مشبوك مع voltage divider circuit عبارة عن R1 و R2. تمام. هذا هي الدائرة المطلوب عمل ديزاين لها. المواصفات specifications بده ال IDQ تكون تساوي لنا 100 مايكرو أمبير، اللي هي نفسها أصلا 0.1 ملي أمبير. و VSDQ بده إياها تساوي لنا 3 فولت. كذلك من ضمن الديزاين بده الفولتية حوالين ال RS VRS. VRS بده اياها تساوي لنا 0.8 فولت. تمام. هلا انت مطلوب منا اوكي نعمل ديزاين لهذه الدائرة بحيث نحصل على VSDQ يساوي لنا 3 فولت، وهنا الفولتية ال VRS تساوي لنا 0.8 فولت، والتيار المار هنا اللي هو نفسه هنا نسميه ID ويساوي لنا 100 ملي أو 100 مايكرو أمبير. تمام. وكذلك بدنا نوجد، إذا بدنا نوجد قيمة RS و RD و R1 و R2. بالمناسبة بقول لك maximum value of R1 R2 أي واحدة منهم راح يساوي لنا، هو كاتب هو طالب إنه يكون أعلى واحدة فيهم تكون 200 كيلو أوم. تمام. هلا بنشوف كيف شو معنات هذا البند. راح يختار الترانزستور. الترانزستور طبعا نوعه PMOS. PMOS إلو KP بتساوي لنا طبعا اختيار من الكتاب هي 100 مايكرو امبير لكل فولت مربع، والثريشولد فولتج VTP بالماينس زي ما احنا بنعرف يساوي لنا ماينس 0.4 فولت. تمام. يعني كلها هاي كامل المعطيات بامكاننا نعمل ديزاين بسهوله. اول شيء من السهوله بمكان نقدر نعرف قيمه الار اس. ار اس تساوي لنا الفولتي حوالين الار اس على التيار اللي بيمر جوات ار اس هو نفسه اي دي كيو. اذا احنا اتفقنا انه يكون 0.8 على 0.1 ملي، وهذا الحكي راح يساوي لنا تقريبا 8 كيلو اوم. اذا اوجدنا الار اس. تمام. الان بيهمني جدا اعرف قديش قيمه، طبعا الان ار دي برضه مبسوط ببساطه. خلينا نكمل ار دي. RD تساوي لنا الفولتية حوالين ال RD على التيار بمر جواتها اللي نفسه IDQ. بعد الفولتية حوالين RD اللي هي من هون لهون شو بتساوي لنا؟ بتساوي لنا ال V plus كم؟ يساوي لنا ال V plus ناقص V plus ناقص الفولتية حوالين ال RS. تمام؟ ناقص ال VDSQ أو آسف VSDQ ناقص VSDQ ناقص الناقص V ناقص ال V minus ناقص الناقص 2.5.
إذا يساوي V plus 2.5 ناقص V RS 7.8 ناقص V SDQ هو طالبة تكون 3 فولت ناقص إن ناقص 2.5 فولت. هذا الحكي إذا أن هنا 5 ناقص 3.8 إذا 5 ناقص 3.8 يساوي 1.2 فولت. تمام؟ إذا ومنه RD تساوي 1.2 على 0.1 ملي، وهذا الكلام راح يساوي لنا 12 كيلو أوم. إذا هيك أوجدنا قيمة الـ RD وأوجدنا قيمة الـ RS. هلا بضل علينا نوجد قيم R1 وR2. إذا الحل نوصل للـ R1 R2 إنه نوجد أول شيء الـ VG، بس الـ VG لهذه الدائرة زي ما شفنا بالأمثلة السابقة تساوي لنا اللي هي الـ VGS. هلا بنشوف كيف. إذا نوجد قيمة الـ VG راح تفيدنا بإيجاد قيمة R1 وR2. Let's assume إنه الـ PMOS هذا works or operates in SAT. Then راح نوجد IDQ تساوينا KP في VSG تمام ناقص ال أو زائد ال VTP تربيع. تمام، إذا VSG تساوينا الجذر التربيعي لل IDQ على KP ناقص ال VTP، وهذا الحكي يساوينا 100. لاحظ انه IDQ يساوينا 100 مايكرو والKP تساوينا 100 مايكرو. تمام، ناقص الناقص 0.4، فإذا يساوينا هذا طبعا 1 زائد 0.4 يساوينا 1.4 فولت. اوكي 1.4 فولت. Let us check is that right assumption or not. Check. هلا VSD SAT قديش قيمتها تساوي لنا VSG زائد VTP، وهو يساوي لنا VSG طلعناها قبل شوي 1.4 زائد ناقص 0.4 زائد ناقص 0.4 يساوي لنا 1 فولت. هل ال VSD اللي في السؤال، هل ال VSD هل ال VSDQ أكبر من ال VSD SAT؟ الجواب نعم، لأنه هون هاي تساوينا قديش VSDQ حطيناها تساوينا 3 فولت وهذا تساوينا 1 فولت. فإذا نعم yes in SAT. تمام، بعد ما شيكنا إذا تأكدنا 100%. إذا هلا بدنا نيجي نشوف قديش قيمة الـ VG، قديش قيمة الـ VG هون، لأنه أنت إذا عرفنا قيمة الـ VG بنقدر نوجد عن طريق نفس مبدأ الثيفنين equivalent. كم؟ تمام. اوكي اذا خلينا نسحب الورقة فوق شوي. تمام، اذا عندنا نرتب الامور. اوكي اوضح. تمام، في اس جي تساوينا في اس ناقص في جي. تمام، هل انا عندي ال في اس؟ طبعا ال في اس ممكن نطلعها ببساطه، واذا انا بدي اطلع ال في جي، في جي تساوي لنا في اس ناقص في اس جي. عندي ال في اس جي اوريدي انا مطلعها لي 1.4، لكن بضل عندي ال في اس. تعال نطلع على السيركت. تمام، في اس هنا تساوينا ايش؟ تساوينا ال V بلس
ناقص ال V حوالين ال R S. تمام؟ إذا نقول له إذا ال V S تساوي لنا ال V plus ناقص فولتية حوالين ال R S تساوي لنا 2.5 ناقص 0.8، وهذا حكي بيطلع لي 1.7 فولت. إذا هذه هي V S. ومنه ممكن نحسب قيمة ال V G الآن. إذا ال V G تساوي لنا ال V plus تساوي لنا 2.5 ناقص ال VS الآن، آسف، ال VS تساوي لنا 1.7 ناقص 1.4 هي ال VSG، صح؟ بدنا نطلع احنا VG، VG تساوي لنا VS اللي هي 1.7 ناقص VSG اللي طلعناها 1.4 تساوي لنا 0.3 فولت. لاحظ انه قيمة ال VG مالها اكبر من الزيرو، is positive. شو معنى الحكي هذا؟ تعال نطلع على الدائرة هاي، شو معنى انه الفولتية هنا is positive؟ لاحظ انه هنا في فولتية موجبة 2.5 وهون فولتية سالبة ناقص 2.5. لو افترضنا انه عبارة عن مقاومة متغيرة، تمام، حاطين هنا 2.5 فولت وحاطين هنا ناقص 2.5 فولت، تمام، وفي عندي مؤشر بيتحرك فوق وتحت، تمام. هلا اذا تحرك هذا على مقاومه بنسميه احنا variable resistor، اذا تحرك بحيث انه كانت قيمه المقاومه اللي هون تساوي لنا قيمه المقاومه اللي هون، فاذا هيعطيني 0 فولت. اذا طلعت انا باتجاه الموجب، اذا انا طلعت باتجاه ال 2.5 الموجب، فمعناته ال R2 راح تزيد على حساب R1، هحصل على قيمة موجبة. وبالعكس كذلك، إذا العكس صحيح، إذا نزلت باتجاه السالب هياخد، إذا ال R1 هتصير أكبر من R2، هيحصل على إيش؟ على قيمة سالبة. أنا إذا بدي الحالة الأولى، بدي الحالة اللي قيمة هنا موجبة positive، متى؟ لما يكون R2 أكبر من R1. When this one is positive، إذا هذا متى هو positive؟ إذا متى؟ when R2 أكبر من R1. فهنا بحكي لك هنا اختار قيمة ال larger resistor، أو خلينا ممكن نسميها، هو كاتب في الكتاب larger R1 أو R2، اختيار مين أكبر واحد فيهم، أعطيه 200 كيلو أوم. هو إحنا شايفين إنه R2 هي اللارجر، فإذا حنعطي، إذا راح نعطي R2 هي حنعطيها 200 كيلو أوم. إذا R2 تساوي لنا 200 كيلو أوم. طب كيف نحسب R1؟ R1 قديش بدها تساوي لنا؟ إذا عرفنا إنها 200، هلا إذا حطينا هاي 200 كيلو أوم، قديش قيمة R1 هاي اللي حتخلي ال VG هاي تساوي لنا 0.3 فولت؟ 0.3 فولت. اوكي، فكيف بدنا نعمل؟ عادي، اذا فولتج ديفايدر الان في جي شو بتساوي لنا؟ في جي في جي فولتج ديفايدر زي ما كلكم بتعرفوا اللي هي ار 2 على ار 1 زائد ار 2 مضروبه في الفي بلس ناقص الفي ماينس، الفولتية اللي حوالين ال R2 زائد الفولتية الماينس، تمام؟ إذا هاي هي VG تساوي هيك. وبالتالي أنا عارف عندي قيمة R2، عندي قيمة ال VG، عندي قيمة ال V plus و V minus، كم؟ فإذا الإشي الوحيد اللي مش عارفه اللي هي R1، وبالتالي عندي ال VG تساوي لنا 0.3، تمام؟ يساوي لنا 200 كيلو على R1 زائد 200 كيلو في 5 زائد الناقص 2.5، إذا ناقص 2.5. ومنه R1، تمام، طبعا نسحب هاي بنحطها هناك، إذا 2.8، إذا R1
زائد 200 كيلو في 2.8 راح يساوي لنا 1 ميجا. تمام؟ ومنه 1 ميجا، إذا R1 زائد 200 كيلو يساوي لنا 1 ميجا على 2.8 ناقص 200 كيلو، هاي أخذناها من ناقص 200 كيلو بيطلع 2.8 طبعا هنا 1 ميجا على 2.8 ناقص 200 كيلو بيطلع معانا قيمتها تساوي لنا إذا R1 تساوي لنا 157.14 كيلو أوم. That's it. إذا أوجدنا قيم R1 R2 والقيم الـ RS والـ RD. تمام.